أظهرت دراسة حديثة أن الموظف العادي يعمل فقط لمدة 3 ساعات من الساعات 8 المطلوبة يومياً، وتضيع الساعات 5 في القيام بأشياء لا طائل وراءها مثل التحقق من وسائل الإعلام الاجتماعية أو التصفح لمواقع على الإنترنت غير ذات صلة بالعمل، والقيل والقال مع الزملاء، مع فواصل التدخين وغيرها. بحسب دراسة، فإن أخذ الفواصل بين المهام أمر ضروري للحفاظ على الصحة الذهنية، لكن المماطلة الزائدة لن تقود لشيء سوى لضياع الوقت.